زاوية حرجة. من اتفاق وقف إطلاق النار في الزبداني الفوعة وكفرية إلى اتفاق وقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة مستثنا منها جبهة النصرة وتنظيم الدولة إلى اتفاق الغوطة واللاذقية، يتواصل مسلسل الهدن الهشة في سوريا. واليوم على رمادي حلب يحمل ديمستر لمنسق الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب مشروع هدنة جديدة في حلب، وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 من شباط الماضي كان قد استثنى حلب والغوطة واللاذقية وغيرها من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. المبعوث الأممي يحاول إنجاز المزيد من الهدن رغم اليقين بأن هذه الهدن ليست إلا حبرا على ورق سواء دعت لها روسيا أو خرقتها. وبالرغم من أن الحل السياسي مطلب الجميع، لكن الأرض التي تحرق اليوم في سوريا تشهد على غير ذلك بين الهدن والتهادن بالفلسفة الأمريكية الروسية والفلسفة السورية الوطنية، هو ما سنناقشه في هذه الحلقة من زاوية حرجة، فأهلا بكم مستمعينا. ما هي أسباب الضغط الدولي لعقد الهدن الهشة؟ لماذا العجز عن فرض هدن حقيقية على الأرض؟ هل يريد العالم المضي بمفاوضات جادة لحل سياسي؟ هذه الأسئلة أطرحها على ضيفي في هذه الحلقة، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الأستاذ حسن شقير، الكاتب والمحلل السياسي السوري الدكتور باسل الحاج جاسم. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ حسن، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. هناك نوع من تقطع في الصوت، أرجو إصلاح المسألة. أهلا وسهلا، تحياتي نعم. لكم ولضيفكم الكريم والأستاذ المستمعين. نعم أستاذ حسن، يعني سأبدأ معك، كيف نقرأ اليوم فلسفة الهدن واتفاقيات التهدئة في سوريا اليوم؟ بداية تحياتي لكم مجددا. أعتقد أن الهدن التي حاصلة اليوم في سوريا لها عدة أسباب أو نوعين من الأسباب الأساسية التي دفعت المجتمع الدولي لاتخاذ قرار بموضوع الهدن في سوريا، منها ما أسباب ميدانية ودوافع ميدانية، ومنها أسباب ودوافع استراتيجية تتعلق باللاعبين الدوليين والإقليميين المعنيين بالشأن السوري. أعتقد أن من بين الأسباب الميدانية التي دفعت إلى الهدن أو إقامة نظام الهدنة في سوريا، نحن نعرف أن مسار الهدنة أتى ضمن مسار خريطة الطريق التي عرضتها روسيا للحل في سوريا على باقي الأطراف المعنيين بالشأن السوري. أستاذ حسن، يعني فعلا يبدو هناك خلل فني في الصوت، يعني سأترك قليلا لمحاولة إعادة الاتصال وسأنتقل إلى الدكتور باسل الحاج جاسم. دكتور باسل، كيف تقرأ فلسفة الهدن واتفاقية التهدئة في سوريا اليوم؟ نعم، أهلا بك وبضيفك الكريم ومستمعيكم الكرام. في الحقيقة منذ البداية كان واضحا أن هذه الهدنة جاءت لذر الرماد في العيون وليس كتطبيقها على أرض على الواقع. لو نظرنا إلى الظروف التي جاءت بها هذه الهدنة، هي بداية جاءت بمبادرة روسية، لذلك أنا أسميتها في الكثير من المقالات والمقابلات الهدنة الروسية. لماذا؟ عندما أعطت روسيا غطاء جوي مكثف لميليشيات انفصالية، وبدأت هذه الميليشيات بالتقدم نحو الحدود التركية والسيطرة على بلدات وقرى عربية، يعني سكان يتغلبها أغلبية عربية مطلقة. بدأت تركيا بالتحرك وحذرت هذه الميليشيات الكردية الانفصالية من الاقتراب من مناطق معينة. عندما لم تشهد تجاوب بدأ القصف التركي المدفعي. وقتها يعني الروس حذروا بشكل مباشر أن الأتراك يستعدون لتدخل بري عسكري في سوريا،
أكثر من ذلك لجوا إلى مجلس الأمن، وهذه سابقة في تاريخ الأزمات أن تلجأ دولة أو أن يعقد مجلس الأمن يعقد جلسة استباقا لأي عمل عسكري. هذا يعني أنهم كانوا متأكدون أن هناك عمل عسكري قادم وروسيا كانت عاجزة عن إيقافه. بعد أن فشلت في مجلس الأمن لم يحصل توافق هناك لإدانة تركيا، جاءت الهدنة، وكذلك جاءت بعد أن حققت قوات النظام السوري، إن كان الجيش أو الميليشيات الطائفية والميليشيات القومية التي معه، حققوا الكثير من التقدم العسكري خصوصا في مناطق ريف اللاذقية. هنا جاءت الهدنة لاستثمارها، إن كان من الجانب الروسي في أوراق لا علاقة لها بسوريا في أزمات روسيا مع الدول الغربية أو مع الولايات المتحدة الأمريكية في إطار يعني العقوبات الغربية بعد تدخل روسيا في أوكرانيا وضمها لشبه جزيرة القرم، بالإضافة لأن يستغلها النظام السوري في أي مفاوضات قادمة، وكذلك الميليشيات الكردية الانفصالية، حيث نجد أن روسيا دوما تصر على إشراك هذه الميليشيات في الوفد المفاوض المعارض. دكتور باسل، يعني حتى لا ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي الحديث عن الميليشيات الأخرى، أريد أن أسألك، يعني أنت تقول اليوم أن هذه الهدن هي محاولة من روسيا لدعم النظام للتقدم على الأرض بشكل أكبر. بالضبط. نعم. يعني مفاوضات جنيف هي ليست بهذه الأهمية أو أهميتها تأدي من الأرض. من يسيطر على الأرض ويسترد أراضي أكثر، نعم، تأتي المفاوضات لشرعنة ما يتم تحقيقه من مكاسب على الأرض. نعم. فقط في هذه الناحية أهميتها. لشرعنة ما يحصل على الأرض. لا أكثر ولا أقل. نعم دكتور، يعني سنناقش هذه النقطة بشكل تفصيلي في المحاور القادمة. سأعود إليك أستاذ حسن، أتمنى أن تكون تسمعني جيدا. يعني ما تفضل به ضيفي بأن هذه الهدنة هي محاولة من الجانب الروسي لدعم قوات النظام على الأرض، وبالتالي حسم المفاوضات باتجاه انتقال سياسي كما تريده روسيا في المرحلة المقبلة. هل تتفق أو تختلف مع هذا الطرح؟ موضوع أن المسألة تتعلق فقط بروسيا، روسيا ليست اللاعب الرئيسي الوحيد على الساحة السورية، هناك أمريكا، هناك تركيا، هناك السعودية، هناك إيران، هناك مجموعة من القوى الدولية التي لها باع طويل في الأزمة السورية. لذلك كنت أقول أن من أسباب، هناك أسباب ميدانية وأسباب ودوافع استراتيجية أدت إلى الهدنة. الهدنة التي حصلت في سوريا هي في مسار أو خريطة الطريق التي وضعتها روسيا بعد الاندفاع الروسية في الميدان السوري. نحن نعلم أن المفاوضات كانت مجمدة، لولا أن اندفاع روسيا عندما دقت روسيا جرس الإنذار بالاتفاق مع محور المقاومة والممانعة، عندما دقت جرس الإنذار أن الإرهاب الذي ينهش الجسد السوري والذي يكاد أن ينتقل إلى باقي الأفساد في المنطقة وحتى في العالم، مش غير مسموح لأن يبقى لهذا الإرهاب في سوريا يفعل الأفاعيل وينفذ أجندات بالتكافل والتضامن مع بعض الأفرقاء الدوليين. عندما اندفعت روسيا في الميدان جاءت مسار جنيف، مسار فيينا بداية، وكان لابد من خريطة طريق لإيقاف أو لتجميد القتال في سوريا، لأنه لم يكن هناك بإمكانية لوضع الحل السياسي مباشرة. فكانت بيان فيينا التسع نقاط الذي قسمتها إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان يفترض فيها تجميد الصراع في المرحلة الأولى ليصار الانتقال إلى، وله ألياته طبعا، وليصار إلى انتقال إلى الحل السياسي ومفاوضات الحل السياسي التي انطلقت في جنيف. إذا المسألة ليست تتعلق فقط بتركيا أو روسيا، المسألة تتعلق بميدانيات على الأرض وحتى باستراتيجيات الدول. ما هو المطلوب لسوريا المستقبل من أمريكا إلى روسيا إلى إيران إلى غيرها من الدول الأخرى؟
نعم سعود إليك دكتور باسل. يعني أيضا تحدث ضيفي عن موضوع تجميد الصراع، وربما يتفق الجميع على أن تجميد الصراع وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا سيكون البند الأول لدخول مفاوضات جادة نحو الحل السياسي. يعني لماذا تعطيل هذا التجميد للهدن؟ يعني نسمع عن الهدن ولكن على الأرض لا نراها. في الحقيقة هذه نقطة مهمة، يعني لو نلاحظ الهدنة من اليوم يتحدث عنها ومن يفاوض عليها ويخرج ليعلن عنها؟ الجانب الروسي بالدرجة الأولى بالاتفاق مع الأمريكيين. إذن هذا يجعلنا اليوم أمام يعني حرب بالوكالة وليست ثورة شعب أو حرب بين فصيلين أو عدة فصائل. هذا يجعل هذه الهدنة ضعيفة وقابلة للانهيار في أي لحظة. بالأصل هي كانت يعني منذ اليوم الأول لإعلانها شكك الجانب الأمريكي بها، وكيري تحدث علنية أن انهيارها أو عدم الوصول إلى توافق سياسي يعني انهيار سوريا بالكامل، وطرح وقتها ما يسمى بخطة ب. وحدهم الروس كانوا دوما يعني يؤكدون على أهمية الهدنة وأنها ستمهد الطريق للوصول إلى حل سياسي، لأنها كما سبق وذكرت تسير كما تشتهيه سفنهم. صحيح أن روسيا ليست اللاعب الوحيد هناك، لكن مع ملاحظة أو أخذ بعين الاعتبار أن الجانب الأمريكي ربما ضمنا يرى أن التدخل الروسي يصب في صالحه، لذلك نجد أن كل الإعلانات يعني أمس من الذي يتحدث ويأخذ كأن الزمام المبادرة كلها بيده ليس النظام السوري وليس الجانب الأمريكي، وزير الخارجية الروسي هو الذي يتحدث أن حلب يمكن خلال ساعات أن تدرج ضمن الهدنة، يتحدث عن ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات. لولا تدخل فرنسي أو بريطاني ودعوتهم لجلسة في مجلس الأمن لا ذكرنا بكل يعني بكل وضوح أن كأن روسيا هي التي تدير كل العملية من جميع الأطراف. نعم سأعود إليك أستاذ حسن. يعني أستاذ حسن يعني ما تفضل به ضيفي هو أن الهدن التي تسير في سوريا اليوم هي من مصلحة الجانبين الروسي والأمريكي، لكن السؤال الذي أريد أن أطرحه اليوم في 27 من شباط الماضي أعلنت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية هدنة. هذه الهدنة بالرغم من الخروقات التي تمر بها إلا أننا نرى اليوم أن هناك اتفاقات على هدنة جديدة، وهناك محاولات للحديث أن حلب ستكون ضمن هذه الهدنة أو لن تكون. إذا كانت الهدنة المستمرة من 27 من شباط مستمرة وغير مخترقة، لماذا تفاوض روسيا اليوم على هدنة جديدة في حلب؟ يعني الهدنة أكيد بالتأكيد تتعرض لخطر شديد في سوريا. لنكن صريحين وواضحين. نعم. يعني ما أين أتت العرقلة وأين أتت مسألة تهديد الهدنة بفشل الهدنة في سوريا؟ عندما لم يتم الاتفاق على فصل الجماعات الإرهابية عن ما سمي بالمعارضة المعتدلة العسكرية. الدولة السورية والحلفاء سوريا قاموا بخطوة في مراحل الحل السياسي لسوريا التي طرحتها روسيا على قبل اجتماع فيينا بأسبوع، عندما قبلوا بأن هناك مجموعة من المعارضة تسمى معارضة معتدلة، وهي بالرغم أنها تحمل السلاح، مع أنه ليس هناك دولة في العالم تسمح لمعارضة لها أن تحمل السلاح. على الرغم من ذلك قالوا أن هناك معارضة معتدلة، دلونا على هذه المعارضة المعتدلة ولكي تنفصل عن الجماعات الإرهابية، وعندما تنفصل عن الجماعات الإرهابية تصبح هناك تكامل في محاربة الإرهاب على الأرض السورية. لغاية الآن للأسف الشديد أمريكا تراوغ في مسألة فصل الجماعات، والحلف حلفاء أمريكا يراوغون في فصل جماعات المعتدلة أو ما يسمى بالمعارضة المعتدلة عن الجماعات الإرهابية المصنفة دوليا في سوريا وتحديدا داعش وجبهة النصرة. لذلك نرى أن جميع هذه الخروقات إما تتم بعباءة النصرة إما بعباءة داعش. لذلك نقول
أن هذه الهدن ستبقى مخترقة وستبقى تخترق من حين إلى آخر وتهدد بإفشالها من حين إلى آخر إلى أن يتم فصل هذه الجماعات بالاتفاق مع بين كل أطراف المحور والمجتمع الدولي على من هم الإرهابيون ومن هم الذين يصنفون معارضة معتدلة. اليوم هنا تكمن المشكلة، هنا تكمن المطبات التي توضع أمام الهدنة. لكن إذا سمحت لي أستاذ حسن، ربما عندما تم الاتفاق على الهدنة في 27 من شباط تم تحديد أن هذه الهدنة ستشمل جميع الفصائل المقاتلة على الأرض باستثناء تنظيم الدولة وجبهة النصرة، وكان هذا واضح لدى الجانبين الروسي والأمريكي، ولم يتم البحث في أمور أخرى تتعلق في من هو إرهابي أو من هو غير إرهابي. يعني القضية بدأت أننا وافقنا على هذه الهدنة بغض النظر، ومع ذلك نحن نخترق هذه الهدنة. لو سمحت لي، كان هناك مكلف، الأردن كان مكلف بتصنيف الجماعات ما بين إرهابية وما بين معتدلة. الأردن لم يستطع إنجاز هذه المسألة لظروف لا مجال للخوض فيها الآن، لم ينجز هذه المسألة. استبدلوا واستعاضوا بمسألة أن الجماعات التي توقع على التهدئة أو على الهدنة فهي تسمى جماعات معتدلة، ولكن انظري ما الذي يجري. كل الأماكن التي يجري فيها هناك تداخل ما بين جبهة النصرة الإرهابية المصنفة إرهابية على القوائم الدولية وباقي التنظيمات الأخرى، هم يشكلون ما يسمى بجيش الفتح وجيش الفسطاط وغيره وإلى آخره بالتكامل والتضامن حتى هجوم حلب الأخير. يعني لنتذكر، نحن نريد أن نوصف بدقة ونكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس، كيف تم خرق الهدنة في حلب؟ ألم يكن هناك هجوم من جبهة النصرة وباقي الفصائل المسلحة التي كانت وقعت على الهدنة من تل العيش إلى بلدة العيش؟ هذا الذي جرى وهذا الذي فجر الأوضاع بالكامل في منطقة حلب. لذلك نقول أن هذه الجماعات التي توقع على أو ترضى باتفاق الهدنة نراها من جانب آخر تقوم بالاتفاق والتكافل مع النصرة لخرق الهدنة مجددا. هذا الذي يحصل. أستاذ حسن، يعني برأيك أن هذه الخرقات تعود لعدم الاتفاق حتى الآن على من هي المعارضة المعتدلة ومن هي المعارضة غير المعتدلة؟ سأعود إليك دكتور باسل، يعني لا أدري إذا كنت تتفق أو تختلف مع هذا الطرح، لكن السؤال المطروح فعلا، يعني روسيا عندما وقعت على هذا الاتفاق وخرقته في نفس الوقت وفي حلب بطيرانها الروسي ومقاتلاتها على المدنيين، ماذا يعني ذلك؟ في الحقيقة يعني روسيا منذ البداية لم تلتزم عمليا بأي هدنة. يعني من يمتلك طائرات للقصف الجوي غير روسيا والنظام السوري، وطبعا التحالف معروف هدفه. إذا كانت هي قبلت بوفود أو بالتفاوض مع المعارضة المعتدلة، لماذا تقوم بقصف أماكنهم أو القوات التابعة لهم في ظل وجود الهدنة؟ من دعم ميليشيات قومية انفصالية وسيطرت على مناطق في ريف حلب مثل تل رفعت على سبيل المثال، التي لا يوجد فيها ولا شخص واحد كردي؟ والحجة أنهم أخذوها من تنظيم الدولة الإسلامية داعش. كل هذا يجعلنا نشكك بكل ما يصدر عن الجانب الروسي ونراقب أفعاله. عندما أعلنوا أن بدء الانسحاب العسكري من سوريا، يعني الأنظار كلها توجهت عن أي انسحاب يتحدثون، فلا أحد يعرف حقيقة القوات التي دخلت حتى نتأكد أن هناك بالفعل قوات انسحبت. وها هو اليوم طريقة القصف وحجم القصف الذي تقوم به قواتهم الجوية يوضح أن كان ذلك مجرد إعلان إعلامي. أيضا إذا كانت روسيا من ضمن أهدافها المعلنة لدخولها إلى سوريا تعزيز سلطة الأسد، ولكن على أرض الواقع نجد شيء آخر، مثلا بدعمها لميليشيات كردية انفصالية، هي ليس فقط تعمل على تمزيق سوريا وإنما تقوض سلطة الأسد الذي جاءت لتعزيزها. ومثال آخر على هذا التخبط والذي يجعلنا نشكك في كل ما يصدر من روسيا، عندما ظهر الأسد قبل عدة أسابيع وقال أن الوقت مبكر
بالحديث عن أي حوار أو حل سياسي، لابد من السيطرة على كامل سوريا. وقتها انتقادات روسية حادة وعلى لسان مندوبهم في الأمم المتحدة عندما قال هذا الكلام لا يتماشى مع أهداف روسيا. هذا يعني هل أهداف روسيا هي تمزيق سوريا؟ مؤشرات كثيرة على ماذا تريد فعلا روسيا من سوريا. نعم دكتور باسل الخبير بالشأن الروسي، يعني لربما هناك نقاط معينة في الفلسفة الروسية في سوريا، ولكن أريد أن أعود لضيف أستاذ حسن. يعني أستاذ حسن، ربما نقرأ بعض الخلافات بين النظام وروسيا، لكن يعني هناك سؤال مطروح وغريب حقيقة. يعني دول المجتمع الداعمة لسوريا أو اللاعبة الإقليمية في سوريا، وفي عدة تصريحات إعلامية على خلفية ما يحدث في حلب، طالبت روسيا بالضغط على النظام لوقف المجازر في حلب. يعني كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات ونحن نعلم أن الطيران الروسي هو من يقصف وليس هو المسؤول عن قصف طيران النظام في حلب؟ يا سدينا، لنكن منطقيين وحياديين ونرى الواقع كما هو. تفضل. روسيا لم تخرق الهدنة بعد روسيا تتمسك بالهدنة، وحتى أن عندما جرى التقدم من الإيس وتلت الإيس لم يكن هناك تدخل روسي إلا محدود جدا في هذه العملية، وهذا يدلل أن روسيا ملتزمة بالهدنة وتريد نظام الهدنة. الذي يخرق نظام الهدنة هي تلك الجماعات الإرهابية والتي يتمترس داخلها بعض ما يسمى بالمعارضة المعتدلة. هذا الذي جرى، انطلقت الخروقات من العيش، أحدد لك المكان، وتلت العيش، وما زالت لغاية الآن العيش وتل العيش مع الجماعات الإرهابية والتي ومن يحاربها. إذا سمحت لي أستاذ حسن، يعني ما تحدث عنه حاليا هو مدينة حلب والقصف في حلب. يعني عندما طالبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول روسيا بالضغط على النظام، طلبت منها الضغط على النظام في مدينة حلب تحت شعار حلب تحترق اليوم، وهناك أكثر من 2365 مدني قتلوا في هذه العمليات. يعني هناك نقطة غير واضحة، يعني حتى نكون منطقيين وواقعيين، الطيران الروسي هو الذي يقصف وروسيا هي المطالبة بالضغط على النظام لإيقاف القصف. يعني ألا يبدو أن هناك تناقض؟ الطيران الروسي، إذا كنت تقصدين المستشفى اليوم حقيقة ما يجري في حلب، لا أقصد المستشفى، هناك أربع مشافي، يعني هناك أربع مشافي وليس مستشفى واحد، وهناك عدة نقاط حيوية. يعني لا أريد أن نختصر الموضوع بنقطة. نعم هناك قصف، هناك معركة تدور في حلب، هناك جبهة النصرة الإرهابية التي تقاتل في حلب وهي عماد المجموعات المسلحة هناك في حلب وأرياف حلب. الطيران الروسي إن كان تدخل البارحة لابروف، يا سدينا البارحة لابروف طالب الولايات المتحدة وبشدة أن تضغط على حلفائها لكي تنفصل الجماعات الإرهابية وتفك اشتباك، تفك مناطق سيطرتها عن مناطق سيطرة داعش والنصرة. اليوم ما يحدث أن هذه الجماعات، أكرر، ما تسمى بالجماعات المعتدلة، تتمترس وتتلحف بلحاف النصرة في مختلف المناطق. وعفوا، نحن نذكر أن هذه المسألة كانت ضمن البنود التي وضمن اتفاق العمليات، وقف العمليات العدائية التي حصل في 27 من شباط والذي درج تحت القرار 22-68. اليوم روسيا تطالب ومن جديد بإعادة الوضع التهدئة في كامل روسيا، في كامل سوريا عفوا، وحتى في مدينة حلب رغم ضغط الخرقات التي تمت هنا هناك. لا ننسى مسألة وحيدة سدينا، أن في وقف العمليات العدائية والقرار 22-68 يمنع على الجميع كسب أراضي جديدة، أليس كذلك؟ من الذي خرق هذه المسألة؟ الذي خرق هذه المسألة تلك الجماعات المسمات معتدلة بلحاف النصرة للأسف الشديد. هذا الذي جرى وهذا الذي فجر الهدنة التي نتحدث عنها. نعم، يعني لا أدري إن كان دكتور باسل يتفق معك أيضا. دكتور باسل، يعني النقطة التي أريد أن أتحدث عنها سياسيا، كيف يطالب المجتمع الدولي روسيا بالضغط على النظام لإيقاف القتل في حلب وبعد وفاة 360 مدني في حلب أو أكثر، وروسيا هي التي تقصف؟ يعني كيف يمكن أن نقرأ ذلك من ناحية سياسية؟
نعم البارح يعني فقط في يوم واحد تناقضين روسيين. إن كان عندما أعلنوا أنهم لا يستطيعون الضغط على النظام السوري لإيقاف القصف، نعم. ثم نجدهم بعد ساعات يتحدثون أنهم يتفاوضون مع الأمريكان أو مع ديمستورا لإمكانية إدراج حلب خلال الساعات القادمة في ضمن الهدنة. إذن إذا كنت أنت ليس الذي يقصف ولا تملك أوراق ضغط على النظام لإيقاف القصف، إذن على أي أساس أنت تعلن وأنت تفاوض؟ هذه من ناحية. من ناحية أخرى كما تفضل ضيفك وأشار إلى النقطة أن عدم السماح لأي طرف بالتقدم وكسب أراضي، هذه نقطة مهمة. روسيا بتدخلها العسكري وقبل إعلانها الانسحاب، هذا الإعلان الملغوم، رسمت خارطة جديدة، خارطة تمزيق سوريا. هذا أخطر شيء فعلته روسيا بتدخلها العسكري المباشر في سوريا. صحيح أنها هي منذ بداية الثورة السورية كانت تدعم وتزود النظام السوري بالأسلحة، واستخدمت مرتين حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لصالحه، لكنها عندما تدخلت عسكريا بشكل مباشر رسمت خارطة تمزيقية لسوريا. وكما أنا سبق وأشرت أنها أعلن، أحد أعلان تدخلها هو لتعزيز سلطة الأسد، ولكنها بتصرفها على الأرض وعندما نلاحظ الخارطة لقصفها الجوي لتحرك قواتها الجوية البرية فتسير وفق خطوط معينة تمزيقية، يعني مارست أشبه بتطهير عرقي لمناطق معينة معروفة السكان. كل هذا يضع الكثير من علامات الاستفهام حول دورها في سوريا. ولو نظرنا في السنوات الأخيرة لم تدخل بلدا إلا مزقته، إن كان في جورجيا ثم أوكرانيا، واليوم هي تمارس وتحاول إسقاط سيناريو مشابه لتلك السيناريوهات على الواقع السوري. حلب ليس منذ أيام تتعرض لهذا القصف، يعني منذ أسابيع ومنذ أشهر تتعرض لهذا القصف الهمجي، لكن اليوم تم تسليط الضوء عليه أكثر ربما في ظل هدوء جبهات أخرى. تنظيم الدولة الإسلامية داعش معروفة أماكن تواجده، حتى جبهة النصرة معروفة أين أماكن تواجدها. معظم وسائل الإعلام الغربية حتى المسؤولين الرسميين الغربيين أكدوا مرارا وتكرارا أن نسبة قليلة من القصف الجوي يستهدف هذه المناطق وهذه المجموعات، إنما معظم التركيز للقصف الجوي الروسي كان على مناطق للمعارضة السورية المعتدلة ومناطق مدنية تماما. يعني الفيديوهات المنتشرة تشرح كل شيء، لا داعي للحديث أو التفسير. وأبرزها يعني أحد الأمثلة هو مشفى القدس عندما ظهر تسجيل لكاميرات المراقبة داخل المشفى. نعم دكتور باسل، سأعود إلى الأستاذ حسن. يعني أستاذ حسن، لا أدري إذا كنت تتفق في قضية الخارطة التمزيقية التي تقودها روسيا اليوم في سوريا، ولكن يعني كيف يمكننا أيضا قراءة التناقضات في التصريحات الروسية؟ يعني هل هناك تخبط في الموقف الروسي أم هي مجرد مناورات إعلامية؟ أنا لا أجد تناقضات في الموقف الروسي. بعد أن بالتأكيد لا أتفق مع الدكتور باسل أن روسيا لديها خارطة تمزيقية في سوريا. اليوم الصراع في سوريا هو صراع ما بين الدولة القطرية الواحدة وبين الدويلات التي كانت تسعى لها أمريكا وتحالف أمريكا والكيان الصهيوني يريد لهذه سوريا أن تتمزق وأن تصبح المنطقة كلها على شفير التقسيم لكي تصبح هناك يهودية الدولة، دولة مقبولة في المنطقة وفي وتندمج في الشرق الأوسط الجديد الذي يشكل على أنقاض تكسبيكو. اليوم روسيا هل من مصلحتها الدينية، يعني يحدث العاقل بما يليق له، يعني نقول هل روسيا من مصلحتها تمزيق سوريا؟ هل إيران من مصلحتها تمزيق سوريا؟
يعني دكتور أستاذ حسن، يعني إذا سمحت لي يعني فقط نقطة سأعطيك المجال للحديث. يعني من طالب بالفدرالية ومن طرح الفدرالية هو روسيا، لم يطرحها أي جهة أخرى. تفضل. نعم عفوا يعني هذه المسألة وضحت من قبل الروس ومن قبل وزارة الخارجية والناطقة باسم وزارة الخارجية ضمن السياق أن هناك نظام سياسي معين إذا اتفق عليه السوريين ضمن الفيدرالية أو ما يسمى بالفيدرالية أو اللامركزية الإدارية أو غيرها، كان يتكلم بهذا الإطار وليس أكثر، حمل التصريح أكثر مما يحتمل، وبالتالي انتهى هذا الموضوع ولم بعد أحد يتحدث به. اليوم ليس من مصلحة يا سدينا، ليس من مصلحة روسيا تمضيق سوريا. لماذا؟ اليوم روسيا هي عبارة عن خليط غير متجانس. لماذا؟ يعني سؤال، لماذا ليس من مصلحة روسيا؟ هل روسيا هي الرحمن الموجود لحماية الشعب السوري؟ لا 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 لا، أنا لا أتحدث ولا أدافع عن روسيا، أنا أتكلم بمنطقية. روسيا اليوم هل من مصلحتها التي تحتوي على ملايين من المسلمين؟ ونحن ندرس الخليط الآخر من الروس، هل من مصلحتها تمزيق هذه المنطقة؟ يعني اليوم تمزيق المنطقة يعني تمزيق روسيا، يعني تمزيق كل الدول التي تتشكل من خليط غير متجانس، أليس كذلك؟ للأسف الفرز في منطقتنا فرز مذهبي وليس فرز سياسي، هذا الذي يحدث في المنطقة. لذلك ليس من مصلحة روسيا لا اقتصاديا ولا استراتيجيا أن يكون هناك دولة ممزقة في سوريا. لو كان هناك دولة مصلحة روسيا دولة ممزقة في سوريا لما كانت روسيا تشترك مع الجيش السوري ومع الدولة السورية في محاربة الإرهاب على كامل التراب السوري. كانوا يتحدثون دائما أن الرئيس الأسد يريد سوريا المفيدة أو سوريا الاستراتيجية. الوقائع الميدانية أثبتت عكس ذلك تماما يا سدينا. لذلك نقول وعود إلى نقطة أثارها الأستاذ يعني وحضرتك، لا ننسى أن من قام بالخرق حتى في حلب بالأمس القريب هي الجماعة، يعني هذا الهجوم الكاسح الذي تم أستاذ على حسن. يعني أنا أختلف معك في نقطة أن جبهة النصرة هي فصائل ثورية وترتدي لباس جبهة النصرة. جبهة النصرة هي جبهة النصرة وهي تعلن صراحة أنها جبهة. نعم، ولكنها ليست خارقة للاتفاق لأنها ليست جزء من الاتفاق. يعني لا نستطيع أن نكذب على أنفسنا ونقول أن جبهة النصرة خرقت الاتفاق، هي ليست جزء منه. عفواً أنا لا أقول جبهة النصرة يا أختي، أنا لا أقول جبهة النصرة التي خرقت، أنا أقول الجماعات الأخرى التي لن تفك ولم تفك ارتباطها ولغايات تتخطى هذه الجماعات إلى تحالف أمريكا والدول المتحالفة معها، ويمكن أن نتحدث في الأمر، هي التي خرقت هذه الاتفاق في عز دين الاتفاق الذي كان لمدة 48 ساعة، هذا الذي حدث في الفاميلي هاوس وهذا الذي حدث في جمعية الزهراء وغيرها والبحوث العلمية وغيرها في مناطق حلب. فهذه وقائع، لماذا نحن نضع إصبعنا أو أيدينا أمام أعيننا؟ هذا الذي جرى. الوقائع أنها جبهة النصرة يا أستاذ حسن. لا عفوا، الجماعات التي خرقت في حلب، يعني هذا ما يريد أن يروج النظام، لكن الحقيقة أنها جبهة النصرة. كل الفصائل التي اشتركت في هذا الهجوم هي جبهة النصرة. جبهة النصرة أعلنت أن هذه العملية كانت عمليتها وهذا واقع. يعني لا، يعني أتمنى، يعني أتمنى أن لا نحاول أن نلبسها شيء جديد. كلمة واحدة، أنت إعلامية ومهنية وأنا أحترم مهنيتك. ألم تقول جبهة النصرة أن أو الجماعات المسلحة في حلب وريف حلب وإدلب أن إعادة إحياء جيش الفتح؟ هل تستطيعين أن تعددي لي الفصائل المنضوية تحت جيش الفتح؟ أليست بعض الفصائل المنضوية تحت جيش الفتح هي من كانت توافق على مسألة الهدنة؟ لنكن صريحين يا سدينا، هذه وقائع لا أستطيع لا أنا ولا أنت أن أنكرها، هذه على الأرض. والذي جرى هو أن جيش الفتح بأكمله الذي انطلق من إدلب إلى غرب إلى ريف حلب الغربي وإلى مناطق الاشتباك هم يتألفون من نور الدين الزنكي وجيش الفتح أستاذ حسن، يعني لا أريد أن أخذ معك كثيرا في التفاصيل، يعني أحترم موقفك، لكن أريد أن أنتقل إلى نقطة أخرى. يعني إذا سمحت لي، يعني سأعود إلى على ماذا يراهن الأسد وحلفائه في المرحلة المقبلة، واسمح لي أن أبدأ مع الدكتور باسل. يعني دكتور باسل، يعني تحدثت عن نقطة مهمة وهي أن النظام يحاول في الفترة الحالية كما صرح بشار الأسد أننا لا نستطيع الدخول في مفاوضات جادة أو حديث عن انتقال سياسي إلا عندما نقضي على الإرهابيين على الأرض، والإرهابيين هو كل من يريد
من لا يريد هذا النظام في سوريا. يعني كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات مع ماذا يريد النظام وحلفائه في المرحلة المقبلة؟ في الحقيقة هذه التصريحات هي تتماشى مع الموقف الروسي الأساسي. يعني لو عدنا منذ بداية الثورة السورية ماذا كان موقف روسيا؟ هي كل شخص يرفع السلاح هم لا يعني هذا التصنيف اليوم ظهر ربما نظرا للضغوط الدولية أن شخص يحمل السلاح إرهابي وآخر معتدل بالنسبة للروس، وهم يتصرفون لليوم على هذا الأساس لكن ما يعلنونه شيء آخر. هذا الكلام يتماشى تماما مع ما يعلنه النظام السوري، يريد أن يسيطر على الجميع حتى يفرض الحل الذي يريده. من هذه الناحية جاءت الهدنة كما سبق وذكرت بتسميتها الهدنة الروسية بعد أن حققوا الكثير من المكاسب على الأرض لاستثمارها في أي مفاوضات مقبلة. اليوم هم عندما أيضا عادوا أو خرقوا الهدنة بهذا الحجم السافر يريدون أيضا تعزيز أو فرض واقع جديد. ما حققوه في المرة الماضية في المفاوضات لم ينجح يعني بفرض ما يريدونه أو الخروج عن الإجماع الدولي. الكل يعرف أن كان هناك اتفاق على حكومة انتقالية أو مؤقتة لا دور فيها للأسد، رفضوا هذا تماما. اليوم هم بعملهم هذا يحاولون فرض واقع جديد. كما سبق وذكرت المفاوضات هي لشرعنة ما يتم تحقيقه من مكاسب على الأرض. أنا عندما ذكرت عن روسيا ما تقوم به وتمزيق لسوريا ذكرت أدلة ويمكن الاستفاضة أكثر. يمكن ربما هذا ليس مخطط معد مسبقا عند الروس، لأن الروس يعني في الآونة الأخيرة تصرفاتهم كلها ربما وصفها ب يعني المغامرة. والدليل أبعد من سوريا قبل أسابيع من تدخلهم في أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم، لو أي أحد تحدث بسيناريو كهذا لكان كلامه أشبه بالخيال. قبل أيام من إعلانهم التدخل العسكري في سوريا أيضا لا أحد كان يمكنه التنبؤ بشيء من هذا، لأنهم عمليا كانوا يدعمون الأسد بدون أي تدخل. عندما أسقطت تركيا الطائرة الروسية التي قالت أنها اخترقت أجواءها كرد فعل انتقامي، لجأت روسيا إلى دعم هذه الميليشيات الانفصالية لمعاقبة تركيا من زاوية أنها تريد إبعادها عن الملف السوري، ومن زاوية أخرى لإدخال الفوضى إلى داخل تركيا. وكلنا نلاحظ كيف ازداد حجم التفجيرات الإرهابية داخل الأراضي التركية في الأشهر القليلة الماضية، ومعظمها كان يتبناها حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا والناتو، والذي تدعمه روسيا في سوريا هو امتداد لهذا الحزب الذي يصنف في تركيا والناتو بأنه إرهابي. إذن كيف يعني يمكن فهم أنها تصنف مجموعات إرهابية ومجموعات أخرى لدى يعني دول كثيرة في العالم أيضا هي إرهابية تقوم روسيا بدعمها، وهي أيضا بهذا الدعم أكرر تقوي سلطة الأسد الذي أتت لدعمه؟ نعم. سأعود بنفس السؤال إلى الأستاذ حسن. أستاذ حسن، يعني بغض النظر عن رأيك في الموقف الروسي اليوم، لكن برأيك على ماذا يراهن الأسد وحلفائه للبقاء في السلطة، سواء تحدثنا عن روسيا أو عن إيران؟ لا يوجد سردين مراهنة للأسد. الرئيس الأسد هو الرئيس المنتخب والشرعي لسوريا، الدولة العربية السورية، هذا موضوع واضح وصريح. لكن أريد أن أعود إلى نقطة أثرتيها أنت والأستاذ باسل. تفضل. الإرهابي، يعني عندما تحدث الرئيس الأسد أن كل من يحمل السلاح هو ضد الدولة السورية وإرهابي يحمل ضد الدولة السورية، لم يكن هناك مسار جنيف قد انطلق. اليوم نحن نقول أن مسار جنيف انطلق، والدولة السورية وفي بداية حديثي ذكرت أنها قدمت تنازل، أنها قبلت بالتفاوض مع تسمى المعارة المعتدلة، ولكن بشرط
أن يكون هناك فصل لهذه الجماعات المعتدلة عن الجماعات الإرهابية. لو أن الدولة السورية يا ستينا لا تعترف بكل المسلحين على الأرض، ماذا كان يفعل وفد الدولة السورية في جنيف؟ كان يفاوض هناك المرحلة السياسية، كان يفاوض في جنيف ويقدم أوراق ويستقبل أوراق من قبل المبعوث الدولي. لذلك أن الرئيس الأسد والدولة السورية قبلت بالتفاوض السياسي مع من يقبلون الحل السياسي في سوريا، ولكن وقعت الإشكالية عندما لم تغلق الحدود التركية. يعني اليوم الأستاذ باسل كأنه لديه مشكلة مع الأكراد ولديه مشكلة لصالح تركيا، يعني تركيا هي التي لغاية الآن وباتهام خلفائها الأمريكيين لا تطبق القرار 22-53. لماذا نتغاضى عن هذا القرار؟ هذا القرار أتى ضمن الفصل السابع يا سدينا، والذي يمنع تدفق الإرهاب والسلاح من 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 تركيا إلى داخل الأراضي السورية أو من الدول المتجاورة لسوريا. لذلك نقول أن تركيا لغاية الآن تلعب بهذا الموضوع ولا تريد أن يعني تجعل من نفسها أو تحقق الضمانات التي وعدت بها المجتمع الدولي أو أن تنفذ القرار 22-53. لذلك نرى أن هذه المسألة يعني تفضل الأستاذ، الروس لا يشتغلون يعني لا يشتغلون الروس بشكل عشوائي. الروس يعني يقومون باستراتيجية، لديهم استراتيجيات. لست مدافعا عن روسيا ولا ناطقا، روسيا نعم. تريد العودة بكل صراحة، تريد العودة إلى العالم كقطب وليس كدولة إقليمية كما وصفها أوباما. تريد العودة كقطب، تريد إقامة نظام تعدد الأقطاب، تلاقى مصالحها مع مصالح إيران، مع مصالح دول البريكس وشنغهاي، تريد التفلت من نظام الأحادية القطبية. واليوم تعيش هذا المقام ومع أمريكا ضمن بؤر معينة وضمن مساحات جغرافية معينة في هذا العالم من القرم إلى سوريا. نعم، لكن أستاذ حسن يعني برأيك ماذا تريد روسيا اليوم؟ هل تريد سوريا مفيدة؟ هل تريد سوريا موحدة؟ هل تريد أن تقوي الأكراد ليصنعوا أقليم لهم في سوريا؟ يعني ماذا تريد؟ أم تريد الغاز الموجود على الأرض؟ يعني ما هي أهدافها؟ سجلي علي، لو أن روسيا تريد دولة سوريا مقسمة أو سوريا لما كانت اندفعت في الميدان السوري إلى ريف حلب الجنوبي، ولما كانت ساعدت الجيش السوري في إعادة كتمر والقريتين إلى وصولا إلى السخنة ودير الزور، ولا كانت تتحدث عن دعم الدولة السورية في إعادة دير الزور والرقة إلى حضن الدولة السورية، ولا كانت تتحدث عن إدلب وعودتها إلى الدولة السورية، لم تكتفي سوريا بسوريا روسيا بسوريا المفيدة أو سوريا الاستراتيجية. لا، روسيا تريد دولة سورية، دولة موحدة، تريد إعادة الدولة القطرية في المنطقة إلى سابق عهدها، ترفض تغيير الأنظمة وتغيير الحكام عن طريق القوة، التدخل الأجنبي لأنها سابقة في العلاقات الدولية. تريد إعادة التفعيل منظومة الأمم المتحدة. انظري كل قرار وكل اتفاق تتفق مع أمريكا فيه تحيله إلى مجلس الأمن لكي تقره منظومة الأمم المتحدة، لأن أمريكا استباحت الأمم المتحدة في زمن الأحادية القطبية وسيرت الأمم المتحدة لمآربها الشخصية ولمآرب الكيان الصهيوني ولبعض حلفائها في المنطقة. لذلك روسيا تريد دولة سورية، دولة موحدة، لأننا لا ننسى يا صدينا عندما كان بوتين في اجتماع الدول المصدرة للغاز في طهران قال جملة مهمة جدا، روسيا تريد من بيئة الشرق الأوسط أن تصبح بيئة آمنة. هل تعتقدين يا بيئة آمنة من الاستثمار؟ هذا ما ذكره بالحرب. يريد هذه الطاقات أن تتكامل مع الطاقات الروسية، لا أن تعزل الطاقات الروسية لكي تصبح الدولة الروسية فعلا دولة قطب ضمن تعدد الأقطاب في العالم. لذلك نقول لو أن روسيا تريد التقسيم لهذه المنطقة، هل التقسيم لهذه المنطقة يعيد المنطقة إلى هدوءها؟ يعيد ثروات المنطقة أو تستخرج هذه الثروات الموجودة في المنطقة أم تبقى في باطن الأرض؟ إذن هذا موضوع جدا مهم، علينا أن نكون صادقين مع المستمعين ومع كل من يسمعنا
روسيا من مصلحتها وليس كرما لعيون إيران ولا كرما لعيون سوريا ولا لغيرهم من الحلفاء التي تقاتل معهم اليوم. نعم دكتور باسل، يعني سأعود إليك، يعني كنت تحدثت عن نقطة مهمة وهي أن روسيا تريد التقسيم في سوريا، ولكن السؤال الآن لماذا تريد تقسيم سوريا روسيا، وما علاقة ذلك بوجود الغاز الموجود في سوريا وحرب الغاز التي يتحدث عنها كثيرا المؤيدين للسياسة الروسية؟ نعم في الحقيقة روسيا الكلام الذي ذكره ضيفك صحيح، هذا الكلام ما تعلنه وهو كلام جميل، لكنها التنفيذ على أرض الواقع مختلف تماما. وأنا ذكرت العديد من الأمثلة، هناك أمثلة أخرى لكيف تتصرف على أرض الواقع، وأن هذا يشير أن ليس فقط غياب تدريجي استراتيجية وإنما تخبط. مثلا الرئيس الروسي قبل عدة أسابيع ظهر بخطاب مباشر لقوات الجيش والأجهزة الأمنية وصرح بشكل علني أن القوات الروسية أو القوات الجوية الروسية تقدم الدعم للجيش السوري الحر. لم تمضي ساعات حتى ظهر متحدث أو بيان من الكرملين ينفي هذا الكلام تماما. بعدها بوتين والعديد من المسؤولين الروس قالوا أنهم حتى حادثة سقوط الطائرة الروسية التي أسقطتها تركيا لم يكونوا يعلموا بشيء اسمه قومية تركمانية في سوريا. الرئيس التركي ذكر أنه أمام الرئيس الأمريكي أوباما حدث بوتين بأن نعم هناك قومية تركمانية، يعني هذا لا يحتاج لرئيس ليشرح لبوتين التي روسيا تمتلك جيش من المستشرقين وعشرات الآلاف من الدبلوماسيين الذين يجيدون اللغة العربية كل ذلك، ونجد هذه الأخطاء يعني القاتلة في تحديد الوضع السوري. يعني هذا مصيبة إذا كانوا يتعاملون مع هذا الواقع بأخطاء كهذه. بالنسبة للغاز، نعم جرى الحديث مطولا أن سبب تشابك الأطراف الدولية حتى وليس الإقليمية وتعقيد الموضوع السوري أو وصل لهذا التعقيد بسبب مرور خطوط أنابيب الغاز عبر سوريا، إن كان من قطر نعم عبر سوريا إلى عبر تركيا ثم الدول الأوروبية. هذا يعتبر مشروع منافس للغاز الروسي، وهذا ظهر جليا بعد الأزمة الأوكرانية عندما بدأت أوروبا تبحث عن بدائل للغاز الروسي لتسحب هذه الورقة من بوتين. لكن هذا المشروع يعني تم دفنه إن صح التعبير قبل أسابيع، يعني قبل إعلان الانسحاب الروسي من سوريا بأيام، وقعت أذربيجان مع تركيا وحتى ستنضم إليه تركمانستان وإيران لمرور غاز بحر قزوين عبر الأراضي التركية متجاوزين الوصلة السورية، وهذه تفقد سوريا أهمية جيوستراتيجية ليصل إلى الأراضي الأوروبية، وهذا طبعا منافس كبير للغاز الروسي. روسيا إذا أرادت تقسيم سوريا كما قلت، هي ربما عندما دخلت لم يكن هذا وفق خطة، لكنها أرادت الانتقام من تركيا بتحريك هذه الورقة الانفصالية ضدها، وهي بذلك ربما عن غير قصد تؤجج النزعة الانفصالية. هي إن بدأت في سوريا لن تتوقف لا في تركيا ولا في إيران وحتى روسيا. يعني المفارقة هنا عندما روسيا تطالب بحق تقرير قوميات أو أقليات أو أي شعوب، المواطن الروسي محروم من مطالب كهذه. روسيا هي عبارة عن فيدرالية، اتحاد فيدرالية، هل يحق لمواطن شيشاني، لمواطن داغستاني، لمواطن تتاري أن يطالب باستفتاء لتقرير مصيره؟ حتما لا. وأكبر دليل على أنها تستهدف ليس فقط وحدة سوريا الجمهورية العربية السورية، تركيا يعني نشرت أظن صحيفة الشرق الأوسط كلام لبوتين لوفد ديني أوكراني أو لا أذكر أي دولة،
بأن يجب أن تعود القسطنطينية للمسيحيين، وهذا كلام خطير جدا ويؤشر على هذه التحركات التجريعية على الأرض السورية. بالنسبة لضيفك، أنا ليس لدي مشكلة مع أحد، أنا مشكلتي مع من يسعى لتقسيم سوريا. دكتور تركيا بخصوص تركيا يعني تركيا معروف ولا يخفى لأحد أن ليس لديها جيوش تقاتل في الأرض السورية، على العكس من إيران، على العكس من روسيا، على العكس من ميليشيات جاءت من العراق، جاءت من لبنان. لو تركيا تدخلت يعني شق بسيط من التدخل الإيراني أو الميليشياوي إن كان من العراق أو لبنان لحسمت المعركة. إذا سمحت لي لأن الوقت يداهمنا، بقي معي دقيقة واحدة، يعني سأطلب منك الإجابة على سؤال الحلقة الرئيسي، ونفس السؤال سأختم به مع الأستاذ حسن. يعني برأيك، ما هي الدوافع لهذه الهدن التي تحدث في سوريا، ولمصلحة من بأقل من دقيقة؟ الهدنة الحالية أستاذ حسن سأعود إليك، تفضل أستاذ. هي في الدرجة الأولى لمصلحة روسيا وحلفائها على الأرض، لأنهم حققوا أكبر قدر أو أكثر قدر يستطيعون تحقيقه من المكاسب على الأرض، ويريدون استثماره في المفاوضات لفرض الحلول التي يريدونها. سأعود إليك أستاذ حسن، ونفس السؤال، لماذا هذه الهدن وكيف سنستفيد منها في الدقيقة الأخيرة من هذا البرنامج؟ قبل أن أتحدث عن الهدن، ذكر أن هناك ميليشيات تأتي، المقاومة التي ذهبت إلى سوريا والدولة السورية هي التي طلبت، والدولة السورية هي دولة سيدة، هي التي تطلب من تشاء لمساعدتها. والدكتور باسل يدخل في موضوع الاستفتاء وغيره، يعني دعونا لا ندخل بهذه اللعبة، لأن كل دولة من دول التحالف المدعوم أمريكيا لديها مزيف ويمكن أن نطلب استفتاء، فدعونا نتحدث بهذه المسألة ولا نتحدث بها، يعني نريد أن نتحدث بعقل. هل فعلا الرئيس الروسي لا يدرك يعني أن هناك تركمان في سوريا؟ ما هذا الكلام؟ هذا تقصير، يعني ضيفك الكريم كأنه يتحدث قبل 27 شباط أو أنه كان يتحدث، لا يعلم الرئيس بوتين رئيس الاستخبارات وغيرها لا يعرف أن يكون هناك. هذا كلام يعني لا يستحق أن نعلق عليه كثيرا. أعود إلى الهدن، أعيد إلى الهدن، الهدن في سوريا هي هدن لا مصلحة استراتيجية للجميع. اليوم الجميع يريدون روسيا تريد الحل السياسي في سوريا، ولكن أولويتها وكيفية تطورها للحل تختلف عن التطور الأمريكي. أمريكا تريد الحل السياسي، تريد الهدن، لأنها لا تريد أن ترث الأرض السورية من خلال جماعات مرتبطة بها، وهذه الجماعات غير جاهزة لغاية الآن على الأرض السورية، وتخشى من كسب ميدان جديد لصالح الجيش السوري والحلفاء، لذلك تريد هذه الهدن. ولذلك نقول أن نظام الهدن ليس هناك بديل عنه، لأن البديل هو إما انكفاء الدول التي تدعم المعارضة وهذا غير ممكن، إما المعارضة والعودة إلى ما كانت عليه قبل 27 شباط، وهذا سيجعل من التدخل الروسي وغيره أن يفعل في سوريا، إما العودة إلى مسار جنيف، ومسار جنيف يفرض الهدنة على البديل. نعم، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أستاذ حسن شقير، والكاتب والمحلل السياسي السوري والخبير بالشأن الروسي دكتور باسل حاج جاسم، شكرا لكما ضيفي الكريمين في نهاية هذه الحلقة. مستمعينا، لكم ولسوريا السلام.